السلام عليكم الخوت، شوفوا اليوم كيفاش كنكون في غيري والروتور ديال اتصالات المغرب ديال تيكنو كولور. اول حاجه كما كتعرفوا كنكونكتيو الواي فاي النيشان للروتور وكنطابيو هاد لادريس في جوجل كروم 192.168.1.1. كتخرج لينا هاد لافونيتر هادي، نو لو نون ديتيليزاتور هو الادمين بار ديفو كيكون فيهم كلهم، والمود باس راه كتلقاوه مور الروتور. الروتور من اللور غادي تلقى كل واحد فيه مود باس ديالو. في هذه الحاله ديالي انا كتلقى كاين 5 دي ام بي هو المود باس ديال الروتور ديالي، وكل واحد عنده مود باس ديالو، وكاينين دي شي وحدين فيهم ادمين غير هادو ديال تكنوكولور كيكون فيهم لتحت. كنكليكو على انترنيت، من بعد انترنيت هنا كدير الكونت، سواء كدير الكونت اللي عطاوك في الكونترا اللي تسجلتي معاهم، او لكن هذا اللي معروف بار ديفو سونتر 04 ديال اتصالات المغرب، هذا كيجي بار ديفو خدام كتكون في غيره به. كدير سونتر 04 مينيسكول كديرها الفوق والتحت، هي لون نون ديال لوتيليزاتور وهي المود باس. من بعد كدير كونيكتي، هنا كتسنى الانترنت، هاد كتسانكونوريزا دابا باش كطلع الانترنت. ما بغيتيش هاديك سونتر 04 كدير سي اي 0011 مينيسكول، حتى هي في لو نون دوتيليزاتور في المود باس. دابا هنا كنشوفو الانترنت، هي طلعت صافي، راها كونيكتي. من فوا كتكون شاعله هكا بالخضر صافي كونيكتي، دابا راه طالعه الانترنت. دابا نمشيو للواي فاي، نبدل المود باس ديال الواي فاي. كتنزل السون فيل، كليكي عليها، بعد سون فيل غتبان لك كونفيغوراسيون فوق على اليمين، نزوميو عليها، ها هي كونفيغوراسيون كونفيغوري. كتكليكي على كونفيغوري، هنا كيبان لك بلاصه ديال المود باس، السميه راها الفوق تي ان كاب 311، حتى هي كتبدلها الا بغيتي، غتمسح هادي ودير اللي بغيتي بلاصتها. وهنا مود باس مسحو، كدير شي واحد اللي جا على خاطرك، شي واحد اللي بغيتي. هادي دابا انا في هاد الحاله ديالي ندير 45 ا اغريغ روباسك اسباس 0377. الا بغيتي السميه ما تبانش حيد هادي، حيد هاد العلامه هادي. دابا راه ما يبانش شي واحد بغيت تكون كتا الوي فاي ديالك ما يطلعش ليه، بغيتي يبان رجعها ودير ابليكي، ما بغيتيش يبان حيدها ودير ابليكي. بهكا كيكون تبدل المود باس. دابا غادي ديكونيكتا من عندك من التليفون باش تكونيكتا بالمود باس الجديد.